اهلا بحضراتكم من جديد. يعني نورني وشرفني وشرف الاستوديو الاستاذ الدكتور وليد عطا رئيس اتحاد العاب القوى. اهلا بيك يا دكتور. كابتن مصر كابتن ميدو ازي حضرتك؟ منور الدنيا. منور بيك الله يخليك. عامل ايه؟ تمام يا كابتن ميدو الله يخليك. انت زي الفل. ايه المشاكل وايه ايه الاخبار؟ طمنا عليك الاول. تمام والله يا كابتن ميدو الامور زي الفل. طمنا على الاتحاد والدنيا الاتحاد ماشي كويس وان شاء الله الامور هتمشي بشكل افضل الفتره الجايه ويعني احنا متوقعين اللي بيحصل دوت. متوقعين. ما انا عشان كده والله. قولوا لي يعني ليه المشاكل؟ يعني ما خلينا في اتحاد القوى، احنا مالنا مال اللجنه الاولمبيه. بس هي دي المشكله. ان احنا رحنا ناحيه اللجنه الاولمبيه. ليه؟ فيطلع لك احكام في لحظه، ان انت زي الكابتن حماده المصري كده مثلا يطلع له حكم في لحظه ممنوع الدخول للمنتخب. معقوله يا دكتور؟ يعني معقوله؟ تفصيل يعني. انا كل حاجه تفصيل. انا بحاول ان انا ابقى خليني في الجزئيه بتاعتي، فلما بسمع اخبار بقول معقوله يا جماعه احنا وصلنا للدرجه دي؟ يعني انا مثلا عايز اروح مكان، يا اما لا ابعد واتص تمشي في الحذاء وتسكت، ولا نعمل لك مشكله ونقول اي مشكله ندخلك في مشكله خالص ونطلعك بره السباق بالعافيه؟ هتخلص بالذوق وتتنازل عن انتخابات اللجنه الاولمبيه، ولا نشيلك كمان من الاتحاد؟ فعلا يعني احنا فعلا اقسم بالله ده حصل. اقسم بالله ده حصل. ها سيب ونسيب. انا بصراحه يعني مش عارف. يعني احنا مش عارف. يعني بصوا يا جماعه، احنا من اول حلقه مع الدكتور وليد حق الرد مكفول لاي حد، لاي حد، واهلا وسهلا باي حد وعلى دماغنا من فوق. بس يعني بصراحه هو الكلام بالنسبه لنا مفاجاه، ان انا اوصل للدرجه دي كرياضه في مصر عموما، او ان انا بتقدم لاي منصب عموما، ان انا يعني انا هسيب الدكتور وليد يقول لكم هو ازاي استبعد من هذه المنافسه. هو بدايه انا كابتن اسميها ميدو. منافسه ولا اسميها معارضه؟ لا مش منافسه. يعني شوف اللي بيتكتب بالمقالات اللي بتتكتب يوميا، وشوف الناس رايها ايه، والشارع الرياضي راي ايه، رؤساء الاتحادات ورؤساء الانديه ورؤساء المناطق عندنا في العاب القوى، والصحفيين بيكتبوا ايه في الاعمده بتاعتهم. الناس كلها بتقول لك يعني طب انتوا خلاص النهارده اللجنه الاولمبيه بيقول لك بالكامل بالتزكيه رئيس واعضاء. اتفتح باب الترشيح. بدايه المشكله ان اتفتح باب الترشيح للجنه الاولمبيه، ما فيش واحد صحفي في مصر كان يعرف يا كابتن ميدو ان تم اعلان وفتح باب الترشيح الا لما انا اعلنت ان انا. الكلام ده كان تاني يوم من فتح باب الترشيح، والاعلان كان نزل بقاله 3 4 ايام. ما كانش في واحد صحفي في مصر شاف الاعلان. نزل في خبر في الاجتماعيات في جريده، وما فيش واحد صحفي يعرف ان في انتخابات تمت. قال لما انا اعلنت فبدا حصل ان الناس بدات تعرف، فزاد العضويه، زادوا 2، وانا الوحيد اللي ترشحت في الرئاسه، وفي الاخر النائب بالتزكيه والامين صندوق بالتزكيه. طب معلش يعني خلينا نمشي معاك خطوه خطوه. يعني هو المفروض ان انا لما افتح باب الترشح لرئاسه اللجنه الاولمبيه او ترشيح انتخابات اللجنه الاولمبيه، المفروض ايه اللي بيحصل كلجنه اولمبيه؟ بتعمل اختار ازاي؟ شكله اعلان ازاي؟ بتدعي في الجرنان، وهم دعوا في الجرنان، يعني حاجه حقيقيه. ولكن حتى بتدعي في مكان ظاهر، بتبعت دعوه للجمعيه العموميه بتاعتك. هو ما بعتش دعوه للجمعيه العموميه. دي اجراءات رسميه المفروض يعملها. طبعا هو بعت الدعوه للجمعيه العموميه بعد ما انا اعلنت في ثالث يوم من فتح باب الترشيح. طب اللي عايز يترشح يعني النهارده لما تيجي تفتح باب انتخابات على شروط وتغير في شروط الترشيح عشان تقصي وليد. تقصي وليد تحط يعني اولا عشان تعمل جمعيه عموميه، تعمل لائحه استرشاديه كلجنه اولمبيه، لازم تدعي جمعيه عموميه بتاعتك. وفي حالة عدم اجتماع احنا لازم نفصل بين حاجة يا كابتن ميدو. الاتحادات الأولمبية، وانا بحاول اسهلها على على المستمع. ما انا عايز اوضح للمشاهد بالظبط. وخلي بالك مش المشاهد بس، ده في رياضيين مش عارفين النقطة اللي احنا خلي بالك يا دكتور، انا اسف ان انا بقطعك، يعني خلي بالك احنا أول مرة نحتك أو ندخل مع اللجنة الأولمبية ونعرف المخابئ ونعرف ليه وأسباب ورئاسات وانتخابات، يعني الكلام ده ما كانش بيظهر. لا هو فعشان كده الناس هتلاقي الكلام غريب على ودانه، فبنحاول نبسط الامور للناس. بس انا متاكد دلوقتي كل رؤساء الانديه ومجلس الشباب، مجلس ادارات الشباب، مراكز الشباب، مراكز الشباب في مستوى الجمهوريه كلها عرفت اللي بيحصل من اللجنه الاولمبيه، ومين عايزين يقصوه ومين عايزين يدخلوه، وليه ده يخش وليه ده يخرج. طب لماذا تم اقصائك على حد تعبيرك حضرتك بالذات؟ لا ما هو لاسباب كتير، لان نزلت رئيس. فانا نازل رئيس لان انا عارف انا نازل عايز اعمل ايه كرئيس. انا ليه كان ليا هدفين، ان انت تحاول تنجح في انتخابات اللجنه الاولمبيه. حتى لو ما نجحتش فانت شايف ان في حاجه غلط بتحصل، وشايف ان لازم تعلن
للجمعيه العموميه الوضع. كان المفروض ان انت لما تعمل لائحه استرشاديه اول نقطه اللي انت تعرضها على الجمعيه العموميه بتاعتك، لان الجمعيه العموميه اللي هي رؤساء الاتحادات. انت عدلت في اللائحه الاسترشاديه، وانا قلت لك معلش انا هرجع تاني، ان كان المفروض الاتحادات الاولمبيه واللجنه الاولمبيه في حاله عدم اكتمال الجمعيه العموميه الخاصه بتاعتهم بتبقى لائحتهم اللي موجوده في الاتحاد الدولي بتاعهم بتتاخد وتضاف عليها بند الاستثمار والتحكيم، وتبقى هي دي لائحتك الاسترشاديه اللي تعمل عليها انتخابات. حلو. كل الاتحادات اتعامل معاها كده الا اتحاد العاب القوى. اللجنه الاولمبيه زيها زي اي اتحاد اولمبي، المفروض لما بتدعي للجمعيه العموميه للجنه الاولمبيه، الجمعيه العموميه ما اكتملتش، يبقى بتاخد اللائحه اللي موجوده قبل كده في اللجنه الاولمبيه الدوليه، وتبقى هي دي لائحتك اللي بتعمل عليها الانتخابات. هم ما عملوش كده، هم من غير ما يدعوا للجمعيه العموميه حطوا. طب مين اللي بيراقب الكلام ده؟ يعني معقول انا ابقى اعمل كل الكلام ده؟ هو بيقول لك ان القانون قال لك ان المفروض اللجنه الاولمبيه هي اللي بتنظم العمل. تمام. انما ما بتديرش العمل، ما بتنفذش العمل. تمام. المفروض كل اتحاد بينفذ العمل بتاعه طبقا للائحه الموجوده عنده وعند الاتحاد الدولي بتاعه. تمام. ولكن اللجنه الاولمبيه النهارده بدات تتدخل في كل الامور اللي تخص الاتحادات والانديه. انا هرجع اقول لحضرتك، الاتحادات الاولمبيه واللجنه الاولمبيه دي حاجه، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعيه العموميه الخاصه بيخليها تاخد اللائحه اللي موجوده في اتحادها الدولي وتضيف عليها الاستثمار والتحكيم، وتبقى هي دي لائحتك الاسترشاديه. حلو. اما بالنسبه للانديه والاتحادات الغير اولمبيه ومراكز الشباب، دي لائحه موحده. تمام. احنا جينا عندنا عند اتحاد العاب قوى غيرت اللائحه راسا على عقب، شروط الترشيح والانديه اللي ليها حق التواجد في جمعيه عموميه ولا ينفع في نادي انت داخل تنتخب ما دفعتش اشراك السنه اللي فاتت خالص تخش تنتخب؟ لا لا، هو علم يعني لائحتنا لا، واللي معتمده من الاتحاد الدولي لا. راح هو قال ايه؟ ان يكون النادي، هو كمان حتى العقل بيقول لا. لا، هم بقى في اللائحه الاستشاريه عند العاب القوى اللي غيروها عكس كل الاتحادات، راح قال لك ان يكون النادي شارك احدى السنتين السابقتين. يعني ممكن يكون شاركش السنه اللي فاتت خالص ولا دفع الاشراك خالص. قصدك العضو، ان يكون العضو. ما العضو اللي هو النادي، العضو في الاتحاد. تمام. النادي. تمام تمام. ان يكون النادي اللي هو عضو عندك في الاتحاد. تمام. ان يكون شارك احدى السنتين السابقتين. تمام. حتى لو مش مسدد اشراك وما شاركش البطولات خالص السنه اللي فاتت، يعني هنقول النادي اللي بيمثل في، انا هسهلها، النادي اللي بيمثل في اتحاد الكوره عشان يبقى له صوت، لا ما شاركش في مسابقات كره القدم نهائي ولا دفع الاشتراك، وانت جيت بتقول له اتفضل انت شاركت السنه اللي قبل اللي فاتت، تعالى ادي صوت. طبعا ليه؟ لان هو عايز يدخل انديه الى حد ما ضد الاتحاد او ضد شخص وليد، فعايز وليد عضو اتحاد افريقي، قال لك لائحتنا اللي موجوده في الاتحاد الدولي، قال لك عضو الاتحاد الافريقي وعضو الاتحاد الدولي اعضاء بصفتهم في مجلس اداره جديد. راح جه قال لك ايه؟ عضو الاتحاد الدولي، ومش عضو الاتحاد الافريقي بقى، ورئيس الاتحاد الافريقي عضو بصفته في مجلس اداره جديد، عشان برضه يقصي وليد ما يبقاش موجود، سواء نزل انتخابات او ما نزلش انتخابات يبقى ما يبقاش موجود. فهي كل اللي معمول بشكل تفصيل. جينا بعد كده حط بند ال 70 سنه في اللائحه الاسترشاديه بتاعت اللجنه الاولمبيه، اللي يتم 70 سنه ما ينزلش. ليه؟ لان كابتن اسماعيل الشافعي تاريخ كبير جدا كان اعلن ان هو بعد نجاحه في تنس الارضي ان هو هيترشح لرئاسه اللجنه الاولمبيه. اول ما اعلن كده راحت اللائحه الاسترشاديه بعد ما اتعملت تم تغييرها وحطوا بند ال 70 سنه اللي يتم 70 سنه يخرج من اللجنه الاولمبيه. فهو هيتم 70 سنه يوم 15/11. فهو يترشح يوم 15/10 والانتخابات 30 نوفمبر، يبقى كده خلاص 15 نوفمبر يخرج. عشان السن. عشان يبقى بالتزكيه الرئيس وبالتزكيه الامين صندوق والنائب والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد والاعضاء. طب ازاي؟ دي انتخابات؟ هو القانون بيقول نخلي اللجنه الاولمبيه بالتعيين؟ هم عملوها شبه تعيين. وبعدين اي حد صوته يعلى او اي حد عنده راي من صوته يعلى، عنده راي مختلف، او اي حد فكر في ديمقراطيه انه يترشح، نقصيه. ولما نقصيه بمشكله او بحاجه تسيء اليه عشان تخرجوا من المشهد ويظهر بشكل وحش قدام الراي العام. وايه المشكله اللي عملوها عشان تسيء اليك؟ انا طبعا لما جيت اترشحت اتفتح باب الترشيح يوم 15. انا الاتحاد المصري العاب قوى اجتمع يوم 16 الصبح، وعرفنا قبل ما اي حد قلت لك صحفي يعرف، رحنا اعلنا ترشح رئيس الاتحاد المصري اللي هو وليد عطا رئيسا للجنه الاولمبيه. تمام. اول ما اعلنا يوم 16، يوم 16 خرج تحرير خطاب من اللجنه الاولمبيه، خطاب موقع من السيد هشام حطب للوقائع المصريه، وهو طلع مع الكابتن سيف زاهر وقال لك احنا عملنا الكلام ده يوم 13. انا بقول له عيب، لان قرار الوقائع المصريه موجود، اللي طلع من اللي طلع بتاريخ تحريرا يوم 16، وصل الوقائع يوم 17،
12 يوم 25 في حين ان الانتخابات اتفتحت يوم 15 واتقفلت يوم 21 وحضرتك نشرت يوم 25 اللي هي تعديل شروط الترشيح. فانا بقول له لما تطلع مع الكابتن سيف زاهر ما تقولش كلام غلط لان دي حاجات موثقه. طب انت ما طلعتش رديت عند الكابتن سيف؟ والله حاولت يعني حاولت وانا بحترم كابتن سيف جدا يعني. هو شخصيه محترمه جدا اكيد لو كان وصل له. فالنهارده كابتن ميدو لما يطلع يقول لك انا عدلت قبل لا هو عدل بعد يوم 16 اتحرر من اللجنه الاولمبيه. طب عمل ايه بقى؟ قال ايه في قال ايه بقى؟ قال لك حاجه تضحك كده. قال لك حسن السير والسمعه، كلنا بنعظم لحسن السير والسمعه. حسن السير والسمعه حاجه بنحترمها جدا طبعا. تمام. ولازم اي حد ينزل اي انتخابات يكون حسن السير والسمعه. وقال لك الا يكون قد خالف الميثاق الاولمبي او اهان اللجنه الاولمبيه. اهان اللجنه الاولمبيه يعني ايه؟ مش فاهم يعني. ولا انا فاهم. يعني انت النهارده لو عديت جنب مبنى كده وقلت المكان ده مش كويس، انت كده هنت المكان ولا ايه؟ مش فاهم برضه يعني. ما هي اصل انا النهارده كرئيس اتحاد العاب القوى عايز اقول لك على لما يجي مرشح مترشح قدامي، معلش يا كابتن ميدو، لما يجي مرشح مترشح قدامي ويجي ايه كتب كلمه على السوشيال ميديا ولا نقد في الاعلام كده اهان اتحاد العاب القوى؟ ما هو وطلع شرط منعه من دخول الاتحادات؟ هقول لك على حاجه يعني. انا بحكم ان انا دارس حقوق يعني ليسانس حقوق، لما عندنا في القانون كده كويس ان انت حقوق عشان عايز اخد رايك في كذا حاجه. المحامي بيعمل ايه؟ لما يحب يطلع حد براءه بيروح للقانون، نص القانون. فيبقى النص معوم زي اهانت. اهانت دي حط تحتها بقى مليون بند. يعني انت هنتني ازاي؟ بالظبط. يعني انت ممكن تكون عملت لي كده، دي اهانه. بالظبط. فهو حاطط انا دلوقتي اهانت اللجنه الاولمبيه، الموضوع مفتوح واسات السلوك. فطبعا اللي انا عايز اقوله بس هل دي هل ده يعقل للجنه الاولمبيه الدوليه؟ والله اكيد في اجراءات احنا هناخدها. لا يعني هو ده كلام معقول يعني؟ اكيد حضرتك اللي ما هو هو العيب ان انت تفهم اللجنه الاولمبيه الدوليه ان القانون طلع وان الراجل ده عليه حاجات ضد القانون فالناس مش متابعه. لا انما في احكام. انا كل اللي انا بقوله في حكم موجود. طب خلينا واحده واحده عشان الناس ما تبعدش مننا. خلينا ارجع بس. صح الموضوع ان هو انت فتحت باب الترشيح بشروط وقفلت باب الترشيح بالشروط. حطيت حسن السير والسلوك وده احنا حاططها في احنا حطينا على فكره في لائحتنا. دي حاجه طبيعيه. احنا حطينا في لائحتنا بتاعت الاتحاد العاب القوى. دي حاجه طبيعيه. طبعا بالزبط. طبعا بس ايه اللي يثبت اتحاد العاب القوى يعني؟ الله ينور عليك. وعضو اتحاد افريقي وعضو اتحاد بحر المتوسط وعضو اتحاد فرانكوفونيه ويعني يعني وصحفي وشكلك كمان بصراحه يعني المصدر العام مفيش حاجه. بقيت عليا احكام في يوم وليله. بقيت عليا احكام يا كابتن ميدو في يوم وليله. والاحكام دي ليه ما شالتنيش قبل كده؟ اشمعنى شالتني لما قلت انا هترشح رئيس لجنه اولمبيه؟ اشمعنى طلعت لي دلوقتي؟ المهم يعني احكام بمعنى ايه برضو؟ وضح للناس لان في ناس مش يعني. انا بالنسبه لي حتى القرار اللي طلعته اللجنه الاولمبيه مؤخرا اللي هو باستبعادي دوت، انا عايز اقول ده قرار لجنه تسويه اللي بيرقصها السيد رئيس اللجنه الاولمبيه. قولوا لي ايه اللي انتوا عارضينه علشان لان ما فيش حاجه باينه للناس يا جماعه. قولوا لي عشان انا اقول للناس ايه دي. هو دعوه ايه؟ دي الدعوه المرفوعه ضد الدكتور وليد عطا. الدعوه دي مرفوعه في لجنه التسويه والتحكيم اللي برقصها السيد رئيس اللجنه الاولمبيه. الجواب اتبعت لي دي اتش ال يوم الثلاث والجلسه كانت يوم الاربعاء. الجلسه فين؟ حته جوه مقر اللجنه الاولمبيه. احمد ربنا اللي انا رايح اللجنه الاولمبيه ما بيردوش يدخلوني اللجنه الاولمبيه. انا بس انا رايح اللجنه الاولمبيه ما بيردوش يدخلوني اللجنه الاولمبيه. طب هتدافع عن نفسك ازاي وانت داخل اللجنه الاولمبيه ومقر لجنه التسويه جوه اللجنه الاولمبيه؟ طب انت ما تاخدش معاك محامي اثبات حاله الحاجات الطبيعيه؟ ما انا بقول لك رايح حسن النيه ولا انا رايح حسن النيه. انا رايح حسن النهارده يوم الثلاث بعت لك دي اتش ال والجلسه الاربع. طب انا ما روحتش يوم الثلاث الاتحاد ولا اعرف حاجه. يطلع لك حكم لعدم حضور المشكوك في حقه باستبعادي لاني علي احكام. حكم ده مش حكم، اسف، ده قرار لجنه تسويه رجل التسويه مش حكم. عليك احكام دي يعني انت عليك حكم نهائي. هل هو حكم نهائي؟ انا بس انا بقول انا مقدم فيش. مقدم فيش ان انا لا يوجد اي احكام نهائي في اي حاجه. وان انا معليش حكم اي حاجه نهائيه ولا غير نهائيه. هي كان في مشكله سنه 2009 مع عضو مجلس اداره جوه الاتحاد واتحكم عليا بغرامه 5000 جنيه مع ايقاف التنفيذ. تمام. غرامه انا عايز اقول السيد المستشار مرتضى منصور دخل قبل كده مشكله مع مجلس الدوله مع المستشار سيد نوفل الله يرحمه والراجل رئيس نادي الزمالك في تمام. حاجه اسمها احكام مخله، احكام مخله بالشرف والامانه. تمام. ده الفيش اهو. معرفش انا الفيش دوت مزور يعني انا جايبه مزور طالع مقدم للجنه الاولمبيه. لا توجد احكام جنائيه مسجله. موضوع الكلام ده معمول مثلا من اسبوع. فيش للاتحاد العاب قوى وفيش للجنه الاولمبيه المصريه.
مفيش اي حكم. اكيد لو فيش ده يا جماعه مش مضروب، مش هنعرضه هنا. لا انا بقول له يطعن عليه بالتزوير لو في حاجه. يعني حاجه بصراحه ايه، انا بقول له يطعن عليه بالتزوير لو في حاجه. ده احنا لا توجد احكام جنائيه مسجله. اتفضل يا دكتور. اللي انا عايز اقوله، ازاي انت في يوم وليله تطلعني ان انا عليا احكام في مشكله حتى لو كانت موجوده واتحكم ب 5000 جنيه غرامه في خناقه جوه الاتحاد قبل كده سنه 2009، دي غرامه في غرامه ومع ايقاف التنفيذ وسقطت من 2009، فما ينفعش تقول لي ان انت عليك احكام سيئه السلوك. حتى الغرامه ما تعدش من انا برضو عايز اسالك، انت بتقول لي انا راجل قانون، واسال اي، انا بسال اي حد في القانون. يعني حاجه لا تذكر، دي حاجه مخله بالشرف والامانه، دي حاجه سيئه السلوك خالص خالص. يعني الجنحه اللي انت لو انت ماشي في الشارع لو عملت حادثه بالعربيه دي جنحه، وبيعمل تصالح مع المرور ولو وقفت غلط ده تصالح مع المرور، دي جنحه. اهم حاجه ما تكونش مخله بشرف ومقيده للحريه. بالظبط بالظبط. فحسن السير والسلوك احنا حاطينه في لائحتنا، بس ايه اللي يثبت حسن السير والسلوك غير صحيفه حاله جنائيه؟ يعني انا برضو انا بسال اي قانوني في مصر، ايه اللي يثبت حسن السير والسلوك غير صحيفه حاله جنائيه؟ يعني مش عارف. طيب مش عارف. يعني انا النهارده المرشح السابق ليا كان رافع عليا قضيه قبل كده، بيقول ان انا عليا احكام، وان انا كان في الخناقه دي برضه، وكان عايز يشيلني من رئاسه اتحاد العاب قوه ويحل الاتحاد. الحكم دايما يا كابتن بمنطوقه، الحكم بالمنطوق. الحكم طالع ايه؟ وقرت حكمت المحكمه، هو ده بقى الكلام، مش قررت لجنه التسويه وحكمت المحكمه باسم الشعب. حكمت المحكمه بقبول الدعوه شكلا ورفضها موضوعا، والزمت المدعي بالمصروفات. اللي هو كان بيقول فيها ايه بقى؟ بيطالب ان هو يشيلني من رئاسه الاتحاد لان انا عليا احكام. وده شيء سيء السلوك. تمام. انا قدمت فيش. الراجل جوه سياده المستشار احمد الشاذلي المستشار الجليل في حكم نهائي بات. في حكم نهائي بات. تمام. لا يجوز الطعن عليه. تمام. بيقول فيه ايه بقى؟ انا هقرا بس كام كلمه كده سريعه. اهو. وحيث أن السيرة الحميدة والسمعة الحسنة هي مجموعة من الصفات والخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضوع الثقة والمجتمع وتجنبه مسجد الحكم. بالظبط. دي الحيثيات. الحيثيات. هل الحيثيات دي حكم؟ الحيثيات. الحيثيات مش حكم، الحكم بمنطوقه. لا تعد حكم. هو في الحيثيات بقى مادح فيا. بالظبط. سيادة المستشار الجليل وقال إيه بقى؟ إن الجراء طبيعة الوظيفة نوعا ما. على كده بيصدر الحكم بتاعه. بالظبط كده. ومع ذلك يمكن القول أن هناك مجموعة من الجرائم لا يختلف عليها الفقه والقضاء حول اعتباره جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، وهي السرقة والتزوير وهتك العرض والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة. ألخ بل قد اعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تعد من الجرائم المخلة بالشرف، لأنها ترجع إلى ضعف في الخلق والانحراف في الطبع، كما أن هناك مجموعة من أخرى من الجرائم استقر القضاء على عدم اعتبارها جرائم مخلة بالشرف. يعني في جرائم حتى مش مخلة بالشرف أو الأمانة، منها جرائم التبديد التي تقع من المال. تمام تمام تمام. يعني الراجل مفصل هو عد الجرائم اللي هي بتبقى مخله بالشرف. ايه هي الجرائم المخله بالشرف؟ وقال كمان حتى الحاجات المتشابهه ممكن نقولها ايه وممكن ما نقولهاش ايه. بالظبط كده. وقال لك ايه؟ باعتماد وهو ان يكون حسن السمعه محمود السيره، والا يكون قد صدر حكم نهائي في جنايه او جنحه بعقوبه مقيده للحريه ما لم يرد اعتباره، بما يحق معه الترشح لخوض الانتخابات المصري لاتحاد العاب قوه 2012 2016، وقد جبلت الجهه الاداريه اوراق ترشحه وخاض العمليه الانتخابيه واسفرت عن فوزه برئاسه الاتحاد المصري لالعاب قوه. ومن حيث انه ان من خسر الدعوه يلزم مصروفاتها عملا باحكام ماده 184 مرافعات حكمت المحكمه. هو ده الحكم بالنسبه لي. كانت الحيثيات وده الحكم. الحيثيات ماليش دعوه بيها. تمام. حكمت المحكمه وهو بيمدح فيا. تمام. وبيقول لك ان الجرائم المخله بالشرف هي كذا وكذا وكذا. حكمت المحكمه بقبول الدعوه شكلا وبرفضها موضوعا والزمت المدعي بالمصروفات. وده حكم نهائي بات. طيب انا بقى كنت رافع على اللجنه الاولمبيه يا كابتن ميدو الدوره اللي فاتت لما كنت متقدم كحكم دولي وهم قالوا لا ده انت مش حكم دولي. ماشي. وكانت على فكره كانت القضيه دي موجوده. القضيه ديت اللي هي بتاعت خناقه مع عضو مجلس الاداره معايا كانت موجوده. ما قالوش بقى حسن السير والسلوك والكلام التعبان دوت. قال لك ايه ده انت مش حكم دولي. فانا استبعدوني من الانتخابات. فنزلت انتخاب فرفعت قضيه في مجلس الدوله. مجلس الدوله حكم بايه؟ في حكم ليس نهائي بات حتى الان. في حكم ليس نهائي بات حتى الان. تمام. وموجود في الاداريه العليا ولسه موجود في الجدول، ما تحددلهاش جلسه في الاداريه العليا. بيقول ايه بقى كابتن ميدو؟ بيقول حكمت المحكمه بقبول الدعوه شكلا ورفضها موضوعا والزمت الداعي بالمصروفات. هنا المحكمه حكمت على اللجنه الاولمبيه
اتقبلت الدعوه شكلا ورفضها موضوعا، يعني رفض حل اللجنه الاولمبيه. تمام. وكاتب في الحيثيات بقى ان انا اتخانقت سنه 2009 وده شيء مش كويس او شيء سيء السلوك. طيب دي حيثيات ودي حيثيات على فكره لنفس القاضي في مجلس الدوله، قاضي المحترم المستشار احمد الشاذلي، نفس القاضي ونفس الدايره. هنا الحكم رفض حل اللجنه الاولمبيه، الحكم بمنطوقه، ده مبدا في القانون. ايوه بالظبط. الحكم بمنطوقه، الحيثيات دي حاجه ثانيه خالص. بالظبط. حيثيات هنا مادح ومفصل ايه هي جرائم المخله بالشرف اللي هي منصوص عليها في القانون وفي الدستور المصري. دول الحكمين اللي هم بيتكلموا عليهم. دوت الفيش بتاعي اهو. احنا عرضناه، احنا عرضناه، عرضناه. دي شهاده الدكتوراه بتاعتي، راجل معاها دكتوراه. يعني مش جايب مؤهل من بره، ما تعادلش في الجامعات المصريه، مشكوك في صحته، شهاده الدكتوراه. دي شهاده الدكتوراه اصل، عشان بس هو لو عايز يطلع عليها اصل، شهاده الدكتوراه اصل. دي شهاده الجيش بتاعتي اصل، قدوه حسنه. اديت الواجب الوطني بتاعي قدوه حسنه، شهاده القوات المسلحه قدوه حسنه. سبحان الله يا رب. مش تهربت من الجيش او تصالحت مع القوات المسلحه في قضيه اتحكم فيها وتم التصالح. ده اللي انا عايز اقوله. النهارده في قانون وفي دستور. الدستور بيكفل الحق للقضاء، اللجوء للقضاء. انا النهارده يا كابتن ارجع لنقطه ثانيه اللي هي تفصيل القرارات داخل اللجنه الاولمبيه. النهارده في امثله موجوده في اتحاد الهاندبول بيحاولوا يقصوا ناس ضد ناس، في امثله في اتحاد التايكوندو، في امثله في اتحاد الجودو. ما ينفعش النهارده مع احترامي الشديد، الدوله مصر كبيره قوي، مصر ما ينفعش تديها لاشخاص يبقى هو المنافس بتاعك وهو الخصم وهو الحكم. وتقول لي اصل القانون اداله. مع احترامي القانون ما ينفعش يخلي اثنين منافسين خالص واحد فيهم حكم، هو الحكم. ده انت منافس، ده انا نازل منافس ليك على انتخابات اللجنه الاولمبيه. ازاي حضرتك بترقص لجنه التسويه؟ مع كامل احترامي ليها، ازاي حضرتك بترقص لجنه التسويه في القانون؟ القانون بيقول لك انت ويتم تشكيل لجنه مستقله برئاسه رئيس اللجنه الاولمبيه، ويتم اختيار اعدائها بقرار من اللجنه الاولمبيه. كامل احترامي. انا النهارده عايز اخش اشتكي، مش عارف اخش جوه فين حته جوه مقر اللجنه الاولمبيه بتنعقد اللي هو فيه. النهارده المعارضه بتاعت الاتحاد او المعارضه اللي هي ضدي كل يوم والتاني هي اللي موجوده هناك، وانا مش عارف اخش هناك. عايز اخش ادافع عن نفسي. انا حد يقدر يمنعني ان انا اخش محكمه القضاء الاداري في مجلس الدوله؟ خالص. لان هو محايد. حد يقدر يمنعني ان انا اخش وزاره الشباب والرياضه عايز اقدم طعن على حد او حد يقدم طعن عليا؟ طب انت ما بتخش ليه معاك محامي وتدخل؟ اخيرا المحامي دخل، بس دخل بعد ايه بقى؟ بعد ما هو قدر يطلع قرار لجنه التسويه. انا بقول ده مش قرار محكمه. انا بالنسبه لي مع احترامي الشديد للقضاء المصري، هو المحكمه اللي هي فوق كده اسمها ايه؟ باسم الشعب. تمام. مجلس الدوله حكمت محكمه القضاء الاداري. تمام. باسم الشعب. هي دي المحكمه بالنسبه لي. هي دي المحكمة، وهو ده الفيش اللي مديهولي الدولة اللي بتقول لي أنت عليك حاجة أو مالكش حاجة. بالظبط. وهي دي المحكمة اللي مبرقاني. بالظبط. اللي مبرقاني في واحد رفع عليا قضية في ذات الموضوع بيقول عليا إن أنا عليا أحكام. المحكمة اللي مبرقاني بتقول لك الراجل مقدم فيش ما طعنش عليه بالتزوير، وإن جرائم مخلة بشرف هي كذا وكذا وكذا. الدكتور عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر اتطعن عليه بنفس الموضوع جوه اللجنة الأولمبية، جوه لجنة التسوية اللي برقص رئيس اللجنة الأولمبية. الدكتور عمرو عبد الحق راجل قيمة وقامة، اتقال عليه برضه ان هو عليه احكام وان هو سيء السلوك، اترفض الكلام دوت. منين؟ من لجنه التسويه اللي برؤوسها هشام حطب. اتقال عليه لا ونزل الانتخابات. الدكتور عبد اللطيف صبحي في نادي 6 اكتوبر مرشح نائب رئيس نادي، اتقال عليه من المعارضه بتاعته او من المنافس بتاعه ان هو برضه عليه احكام وسيء السلوك. جوه برضه لجنه التسويه اللي برؤوسها السيد رئيس اللجنه الاولمبيه. برضه رفض والراجل نزل الانتخابات. اشمعنى وليد عطل؟ عشان نزل انتخابات رئيس اللجنه الاولمبيه؟ عشان بعت له ناس بتقول له اتنازل عن انتخابات اللجنه الاولمبيه ونضمن لك نجاحك في اتحاد العاب القوى. انا اللي انا عايز اقوله، اللي انا عايز اقوله ان الموضوع لسه مستمر، وفي اوراق تانية هتطلع قريب جدا هتوضح حاجات كتيره جدا للفتره الجايه بالنسبه لموضوع المؤهل والتجنيد والاحكام. انت بتتكلم على انا بتكلم عامه، انا بتكلم عامه. انا واحد من الناس بقول معلش اي حكم القضاء المصري
والمحكمه. ما انت المحكمه عملت الفيش وتشبيه ده اقصى حاجه يعني. انا مش عارف بعد الفيش والتشبيه يا كابتن ميدو ممكن اقول هو كان تاريخه ايه يا دكتور؟ معلش تاني يا فندم تاريخه ده معمولين حضرتك. اقول لك انا تاريخه حالا دلوقتي يعني علشان برضو الناس تبقى عارفه ان هو جديد. تاريخه حضرتك يوم 17/10 يعني 17/10/2017 من حوالي اسبوعين بالظبط كده. اسبوعين وشويه. وهم بيتكلموا على حاجه من 2009 بالظبط. وغرامه ماليه مش مخله بالشرف. وقرار لجنه التسويه والتحكيم اللي برأسها السيد رئيس اللجنه الاولمبيه. والغرامه دي معروفه للعالم كله ان هي مش ما تعادلش مش مخله بالشرف خالص. يجي النهارده يقول لك اصلها حاجه سيئه السلوك. انا عايز اعرف ايه هو انت دلوقتي سيء السلوك وحسن السلوك؟ انت دلوقتي بتفصلها على وليد عطا. طب انت دلوقتي ايه حكمها النهارده؟ يعني حضرتك اي حد نازل انتخابات لو قال اي كلمه طلعت سيء السلوك؟ انا قلت لك بقى المعنى مفتوح. زي كلمة إهانة اللجنة الأولمبية. أيوة معنى مفتوح. إيه كلمة إهانة اللجنة معنى الأولمبية؟ معنى مفتوح يعني أنت عايز تروح تقول أي حاجة هيقول لك لا أصل أنت عملت لي كده. أه بالظبط كده. أه ما أنا بقول لك ما المعنى مفتوح. طب يعني أنا برضو يعني أنا بس عايز أقول ينفع الدولة تسلم أنا مش عارف اللجنة بقى الأولمبية أشخاص تتحكم في أشخاص بالشكل دوت؟ والله ما عارف. أنا مش عارف بصراحة هو إيه المفروض يحصل يعني. أكيد في كل يعني في كل مؤسسة ليها اللي يرقصها وليها اللي بيراقبها. انا بس عايز اقول فين الجهات الرقابيه يعني برضو بتكلم في كده. مين يعني فين الجهات الرقابيه في اللي احنا بنتكلم فيه ده يا كابتن؟ الجهات الرقابيه فين يعني؟ انا برضو عايز اوصل لنقطه. الجهات الرقابيه في اللي بيتقال في موضوع المؤهلات وموضوع التجنيد وموضوع الاحكام فين الجهات الرقابيه؟ ازاي الكلام ده بيعدي كده على الجهات الرقابيه؟ حاله السكوت دي ليه؟ واحد معاه دكتوراه، واحد ادى الجيش بتاعه قدوه حسنه، ومقدم فيش معلوش اي حاجه نهائيه خالص في اي حاجه مخله بالشرف والامانه. هو ده اللي طلعه بره؟ وتدخل واحد تاني مشكوك في كل حاجه؟ والله ولا انا يعني الحاجه يعني تدخل واحد تاني مشكوك في كل حاجه؟ وتطلع واحد جايب لك فيش وجايب لك دكتوراه وجايب لك موقف من التجنيد ادى الخدمه العسكريه، هو ده اللي طلعه؟ وجايب لك فيش وتشبيه ايه المطلوب بقى؟ والله يا جماعه يعني وانا بضحك عشان طبعا انا قلت في الاول يعني اي حد يتفضل يدخل، والله العظيم نفسي حد يتفضل يدخل يقول يعني لا الدكتور وليد لا بيتكلم مش فير، في حاجه المفروض يتكلم فيها لا الكلام مش صح. لكن الراجل جايب ورق، وانا يعني مش ضليع قوي في اللجنه الاولمبيه فرضت نفسها على الناس ان هي تبدا تتكلم عليها بالاحكام المتضاربه بصراحه، يعني في حاجات متضاربه كتير قوي. برضه النقطه الثانيه يا كابتن ميدو، انا بتكلم في واحد بريء وعمال يثبت يا جماعه والله العظيم انا كويس. مش فاهم يا جماعه والله العظيم انا بص كويس انت حسيت بيا يا كابتن ميدو. انا بقول لجماعه عموميه اتحاد العاب القوه يعني بقول لكم انتوا راضيين بكده؟ يعني للجماعه العموميه وللوسط الرياضي والمسؤولين عن الرياضه المصريه، انتوا راضيين ان واحد معاه دكتوراه، واحد ادى الجيش بتاعه، واحد معلوش اي حكم خلقه ربنا يطلع هو اللي مدان، وواحد تاني مشكوك في كل حاجه من الحاجات ديت هو اللي بيدير العمليه؟ مين اللي حاطه كده؟ مين اللي مخليه كده عشان يفضل ينفذ كل حاجه بالظبط؟ يا جماعه مش كده حرام. انا سايب يعني انا بس وليد يعني يتكلم، بس هو ربنا ما بيضيعش تعب حد، خلي بالك وربنا ما بيسيبش يعني. بص اللي ليه حق يا دكتور ربنا ما بيسيبوش، وانا مش بقول ظالم او مظلوم يا جماعه يعني. انا مش عايزك تتضايق، مش عايزك تتضايق والله. ربنا ما بيضيع تعب حد، وانا سبتك تتكلم وتطلع اللي في قلبك، وانت راجل بتقول شهاده الدكتوراه بتاعتي ايه، شهاده الفيش والتشبيه بتاعتي ايه، شهاده حتى المحكمه حكم المحكمه مفيش اي حاجه. بصراحه انا قلبي معاك يعني والله. يعني انا عايز اقول لك على حاجه بصراحه، انا كنت جاي عمال اقول انا هتكلم في ايه واللجنه الاولمبيه ومش اللجنه الاولمبيه بقى، لكن بصراحه انا يعني انا مبسوط ان انا اتكلمت معاك في الموضوع بتاعك ده. ولازم يا جماعه فعلا الناس اللي هي دكتور وليد ناشد ناس بعينها. انا ممكن اسيبك تتكلم تاني لو هتحب. انا عايز اتكلم في نقطه تانية. يعني انا في حاجه انا برضو مديها للاعداد اللي هي تخص اللي حاصل مع اتحاد العاب القوه. اللي حاصل مع اتحاد العاب القوه في محاوله هدم لاتحاد العاب القوه. النهارده الاتحاد الدولي بعت جواب بتاريخ 4 اكتوبر بيقول ان الجهه الوحيده المنوطه بادارات العمليه الانتخابيه هو الاتحاد المصري للالعاب القوه. طبقا للائحه المعتمده من الاتحاد المصري ومن الاتحاد الدولي. زي اي اتحاد ما اكتملتش جمعيه عموميه الخاصه بتاعته. قال لك ان وليد عطا شال انديه بعينها من الاقصر ومن اسوان وقاصد يطلع الانديه دي بره. انا نفذت اللائحه اللي موجوده، الانديه دي ما شاركتش السنه اللي فاتت نهائي ولا سددت الاشتراك.
يرجعوا، انا ما عنديش مانع ان هم يرجعوا، اهلا وسهلا. انا بنفذ اللائحه اللي موجوده عندي. الاتحاد الدولي قال يرجعوا، انا موافق على انهم يرجعوا تماما، مفيش اي مشكله. بس كل اللي انا عايز اقوله، البند الخامس من ناحيه الاتحاد الدولي بيقول لك انت اللي بتدير جمعيتك العموميه. اللجنه العموميه عايزه تدير هي الجمعيه العموميه، عايزه تبعت تفويضات من عندها للانديه، والانديه تبعت تفويضات للجنه الاولمبيه، ويقول لاعضاء مجلس اداره الانديه ومراكز الشباب اللي جايين ما تنتخبوش وليد وانتخبوا فلان، زي ما حصل في كل الاتحادات. اللجنه الاولمبيه ما ينفعش تعمل كده. تاني حاجه، في خطاب جه يوم 6/11 من الاتحاد الدولي، ارجو برضه عرضه نديته للاعداد، بيقول بناء على رد كنت هكلمك فيه، بناء على رد جاي، رد كان اللجنه الاولمبيه بعتها للاتحاد الدولي للالعاب القوى، بيقول له عايزين موافقه على قرارات التسويه والتحكيم، مش قرارات محكمه يا جماعه، دي مش قرارات محكمه. استبعاد وليد عطا ده مش قرار محكمه، ده قرار تسويه وتحكيم. تمام يرقصه رئيس اللجنه الاولمبيه. مفهوم. وتم الارسال ليا يوم الثلاث بجواب دي اتش ال، والجلسه كانت يوم الاربع، وانا ما حضرتش، والقرار طالع لعدم وجود المشكوف حقه، وهو مقصود ان انا يتبعت لي الثلاث عشان انا ما اروحش الاربع. طب ما رحتش ليه؟ ما بقول انا ما اروحش الثلاث ولا الاربع، رحت الاتحاد، ما انا عندي شغلي. لا رحت الثلاث ولا رحت الاربع. طيب انا النهارده مقدم دلوقتي، اخيرا دلوقتي دخلوا المحامي واقدم تظلم عشان نقدم الاحكام اللي معانا، ونقدم الفيش اللي معانا، ونقدم المحكمه معانا، ان ما فيش اي حاجه خالص علينا. تمام. هنخلص امتى؟ دي نقطة. النقطة الثانية حضرتك، أنا بقول الخطاب اللي جه يوم 6 نوفمبر من الاتحاد الدولي رفض كل الحاجات اللي هو كان عايزها رئيس اللجنة الأولمبية، إن هو يدير الموافقة على قرارات لجنة التسوية، وإن هو يدير العملية الانتخابية، ويلغي الانتخابات يوم 27 نوفمبر. أنا بقول للجمعية العمومية مفيش حاجة اسمها لغي انتخابات، والاتحاد الدولي بعت رد بيرفض إلغاء الانتخابات أو فكرة تأجيل الانتخابات يوم 27. والاتحاد الدولي بيقول ان اللي بيدير جمعيته العموميه هو الاتحاد المصري للالعاب القوى. بالظبط. هو دلوقتي ضرب بالكلام ده كله عرض الحائط، وطلع جوابات من اللجنه الاولمبيه ممضيه من 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 مدير التنفيذي اللجنه الاولمبيه، بعتها لمديريات شباب الرياضه في المحافظات المختلفه. حتى تعدي تعدي وتحدي غير طبيعي. بعت جواب من اللجنه الاولمبيه مختوم من اللجنه الاولمبيه لمديريات شباب الرياضه والمحافظات المختلفه، بيقول لهم نحذركم، تم الغاء جمعيه عموميه يوم 27، ونحذركم ان المديريات بقى بتبعت الانديه، ونحذركم من مخالفه ان انتوا التواجد يوم 27 في اجتماع جمعيه عموميه، واللي هيروح هيعرض نفسه للمساءله القانونيه. طب قول لي النص الجواب اللي بعته لك الاتحاد الدولي تاني، قوله لي من غير ما تقراه، يعني من غير ما تقراه قول لي فيما معناه يا دكتور، فيما معناه ان الاتحاد الدولي رفض كل الكلام ده، وقال ان اداره اتحاد العاب القوى اللي حضرتك ده الجواب اللي اتبعت الاتحاد الدولي، وان حضرتك انت المفوض والمخول باتمام الانتخابات على حد قولك وعلى حد قول كمان الاتحاد الدولي. هقراه لحضرتك وهقراه للجمعيه العموميه، لان في تشكيك دلوقتي بعد الجواب اللي بعتته مديريه شباب الرياضه للجمعيه العموميه. بتقول ايه؟ بيرد بقى على اللجنه الاولمبيه، بيقول له عزيزي الرئيس، نحن نؤكد على استلام الايميل الخاص بك بخصوص الجمعيه العموميه الانتخابيه للاتحاد المصري للالعاب القوى. تمام. بعد اعتماد قانون الرياضه الجديد، ونحن نفهم انه لم يبقى وقت طويلا للالتزام بالموعد النهائي المحدد يوم 30 نوفمبر 2017، ومع ذلك نود ان نقدر عرضكم لاستثناء الاتحاد وعايزين ياجلوا بقى الانتخابات، لاستثناء الاتحاد المصري للالعاب القوى لتجنب حل الاتحاد وفقا للتشريعات الجديده. وقد قام مجلس اداره الاتحاد المصري للالعاب القوى المنتهي ولايته بالفعل بعقد الجمعيه العموميه الانتخابيه في نوفمبر 2017، واكد انه سيدعو ايضا جميع الهيئات الرياضيه على النحو الذي طلبه وفقا لما قد طلبه الاتحاد الدولي للالعاب القوى، ان احنا هنزود الانديه بتاعه الاقصر واسوان. تمام. ونقول لهم اتفضلوا، رغم ان هم ما شاركوش السنه اللي فاتت. تمام. ولا دفعوا الاشتراك. تمام. بس احنا قلنا احنا موافقين ان هم يتواجدوا. تمام. لان احنا نفذنا، احنا ما كناش في عداوه بينهم، احنا نفذنا اللي ان هم ما شاركوش السنه اللي فاتت. ونحن نقدر مساعده اللجنه الاولمبيه المصريه للمساعدة في هذه العملية وفقا للتشريعات الجديدة. تمام. ولكننا تمام نؤكد على أنه ينبغي على اللجنة الأولمبية المصرية أن تشرف فقط على عقد الجمعية العمومية وفقا للقواعد. تمام. ولكن ليس على تنفيذها. تمام. سوف نعلمكم في الوقت المناسب إذا كان الاتحاد الدولي للألعاب القوى سيرسل ممثل للإشراف على الجمعية العمومية جنبا إلى جنب على اللجنة الأولمبية، لأن هو طلب منه حضور ممثل. أنا بقى لما طلبت قبل كده حضور ممثل، قالوا عليا الاستقواق بالخارج، ودي سياسه الاخوان، هيطلعوني اخوان دلوقتي. يعني انا بقى دلوقتي اللي انا موجود في المكتب الرئاسي بتاع جبهه كامل يا سيسي، في يوم وليله هبقى اخوان. بقيت استقوى بالخارج وبقيت دي سياسه الاخوان.
تخيل والله بقى العظيم انا ما عارف اقول لك ايه. يعني تخيل هم قالوا كده. ادي هو اللجنه، ادي هو اللجنه الاولمبيه بيقول له حضر مندوب من عندك. انا لما قلت له حضر مندوب من عندك طلعوني الاستقواء بالخارج وسياسه الاخوان. قالوا كده فعلا؟ اه فعلا، وكتبوا كده على السوشيال ميديا كلها. انا كل اللي انا عايز اقوله للجمعيه العموميه، قول اللي انت عايزه والله. انا كل اللي انا عايز اقوله للجمعيه العموميه، قول اللي انت عايزه. هل ده يصح؟ عايز اقول للوسط الرياضي، هل ده يصح؟ هل يصح يا كابتن ميدو ان واحد عضو اتحاد افريقي، واحد يعني عضو البحر المتوسط وعضو الفرنكفونيه ورئيس اتحاد مصري وصحفي ومعايا شهادات قد كده حسن سير وسلوك من الصحافه وكرمت بالسيد الرئيس، هل انا في يوم وليله ابقى سيء سلوك؟ واخوان واخوان وبستقوى بالخارج. انا بس عايز اعرف ازاي يا جماعه. والله إزاي؟ دكتور وليد انا يعني هو المحكمه، المحكمه اللي بتقول باسم الشعب، مش هي دي المحكمه؟ ده خلاص حكم اللي بتقول لي ان الراجل ده ما قدم فيش طبعا، وهو اللي رفع عليا قضيه بيقول ان انا سيء السلوك. الراجل المحكمه في مجلس الدوله قالت ان الراجل ان الجرائم المخله بالشرف هي كذا وكذا وكذا. الغرامه لا تعد من الجرائم المخله. هي الجرامه دي الغرامه حتى لو هي دفعتها بالفعل، لو انا دفعت الغرامه دي بالفعل هي دي مخله بالشرف؟ لا لا خالص. يعني انا اعرف ان السيد المستشار مرتضى منصور كان في مشكله قبل كده مع مستشار سيد نوفل وقضى عقوبه بالظبط، وخرج ونزل رئيس نادي الزمالك بالظبط. في جرائم مخله بالشرف وجرائم مش مخله بالشرف، لانها جريمه لا تخل بالشرف. انا النهارده بقول لكل المسؤولين عن الرياضه المصريه في مصر، بقول لكل الساده القضاه المحترمين، بقول لكل الجهات الرقابيه اللي في مصر، ازاي في يوم وليله اطلعوا واحد سيء السلوك بدون اي حكم محكمه؟ ازاي؟ ازاي واحد معلوش اي حكم خلقه ربنا في اي حاجه بقى سيء السلوك؟ هو ده النهارده وليد يعني بيتعمل يعني عليه عبره عشان اي حد يفكر يرشح نفسه رئيس لجنه اولمبيه يكون ده مصيره، يعني يتالف له حكم ويتالف له قرار؟ ده اللي انا عايز اقوله. والله يا دكتور وليد. طيب نشوف الاستاذ جمال نور الدين الناقد الرياضي معانا على التليفون. استاذ جمال اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو، اهلا بيك. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام. كل سنه وحضرتك طيب. السلامي. انت بتسمعنا وبتشوفنا ولا؟ لا انا للاسف في الشارع فمش متابع. طب انا كان نفسي والله كنت تسمعنا يعني يا استاذ جمال. معايا الدكتور وليد عطا رئيس اتحاد العاب الكوره. اهلا بيك يا جمال بيه، ازي حضرتك؟ الله يخليك. والله احنا كنا بنتكلم، بس طبعا انا عشان اشرح لك الحديث مطول جدا. احنا بنتكلم في استبعاد دكتور وليد من انتخابات اللجنه الاولمبيه. والراجل عمال يقول يا جماعه والله العظيم انا بريء، يعني هو مش عارف بصراحه، عمال يقول يا جماعه دي شهاده الدكتوراه بتاعتي وده الفيش والتشويه بتاعي وده حكم المحكمه بتاعتي وانا دافع غرامه والغرامه لا تعد من الجرائم المخله بالشرف. بصراحه انا مش عارف يعني في ايه. طيب يعني انا خلينا اتكلم في القانون بعيد عن الاشخاص. اتفضل. عشان نعرف نحلل الموقف اللي احنا فيه دلوقتي لازم نعرف القانون بيقول ايه. اتفضل. القانون بيقول شرط من شروط الترشح حسن السير ومحمود السمعه. تمام. بمعنى انك انت حسن السير ومحمود السمعه او حسن السير والسلوك، ده معناه في القانون ان حضرتك تكون لم تحصل على اي حكم احكام جنائيه. بات ونافذ. بالظبط. يعني ما ينفعش كمان درجه اولى. بالظبط. لازم يكون حكم بات ونافذ او حكم نهائي حتى نستطيع ان نحكم على هذا الشخص. تمام. ان هو يترشح او لا يترشح. فهل الدكتور وليد واخد حكم بات ونهائي من احكام من المحكمه في جرائم المخله بالشرف والاداب والمال؟ هو لا لا عليه. مفيش حاجه خالص. والراجل جايب كمان يعني صحيفه الحاله الجنائيه بتاعته. طيب صحيفه الحاله الجنائيه ما تطلعش صحيفه بيضاء اذا كان صاحب الصحيفه لم يصدر عليه احكام نهائيه. اكيد. تمام. اكيد. يبقى هذا الشخص بريء من هذه التهمه. اكيد. ده تفسير احنا بنتكلم في كده. لكن اي حاني بعيد عن القانون ده غير مقبول. يعني انا ما اقدرش القي اتهامات لاي شخص. انا يعني عايز ابعد الدكتور وليد على جنب عشان اتكلم بشكل عام. ما اقدرش القي اتهامات لاي شخص جزافا دون ان يكون لدي دليل
بالقانون، القانون بيقول لي ان في حكم محكمه بس ونهائي. حاجه غير كده يبقى لا، يبقى احنا كده بنشوه سمعه. طب وايه الحل يا استاذ جمال من وجهه نظرك يعني؟ عايز اقول لحضرتك اتفضل. ان والله العظيم يا جماعه الكراسي تطوع لخدمه المصلحه العامه، لخدمه الرياضه العامه، لخدمه الحركه الرياضيه. المساله تطوع مش خناق. يعني الموضوع مش خناق. ايوه بس اسمح لي اقول لك، اسمح لي اقول لك ايه الوضع، يعني ايه المفروض يتخذ في مثل هذه الاجراءات؟ المفروض ان الراجل يروح يلف على القنوات ويروح يلف على الانديه ويروح يلف على الاتحادات عشان يثبت ان هو بريء. لا يا فندم، اتفضل. هو واخد استبعاد من لجنه صد المنازعات، مش كده برضو؟ ايوه تمام تمام، اللي هي اللجنه القانونيه بتاعت الانتخابات. تمام تمام. من المفترض ان هو يتم اللجوء لما هو بعد لجنه صد المنازعات أو المحكمة الرياضية الدولية، ولكن غير مقبول إن هو يشتكي في الاتحاد الدولي على سبيل المثال. ليه؟ لأن ده إساءة للحركة الرياضية في مصر. تمام. في حاجة لازم والدكتور عارفها طبعًا، وعارف إن أنا مش هجامل حد لا هو ولا اللجنة الأولمبية، أن الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية بكل ما تعنيه الكلمة من تضخم في حجم هذه الهيئات لا تستطيع ان تتدخل في شؤون الرياضه في اي دوله الا اذا تم بناء على شكوى من داخل الدوله. وده اللي احنا بنرفضه. هو الدكتور عطا لجا للاتحاد الدولي زي ما انا عرفته وسمعته واتكلمنا مع بعض، لان هو ما عندهوش الراجل حل تاني. لا، هو كان في حلول، حلول التقاضي وليست الشكوى للاتحاد الدولي، لان ده هيعود على الرياضه المصريه بخراب. الاتحادات الدوليه لما تجي لها شكوى زي كده بتنصر اعضائها. وممكن توصل لحد التجنيد. زي ما حصل في اتحاد الكوره. يعني انا برضو اتكلمت على اتحاد الكوره ان هم بعتوا شكوى للاتحاد الدولي لكره القدم، ثم اعادت الشكوى بتحذير مصر من قرار التجنيد، ولذلك تم العوده للرجوع للخلف خطوتين وقال لك نجري انتخابات تكميليه وليست انتخابات عامه. استاذ جمال، يعني ايه يعني ايه يعني ايه يلتزم باجراءات التقاضي؟ يعني ايه؟ يعني انت عندك سلسله من اجراءات التقاضي. عندك اولا لجنه فض المنازعات. ما لجنه فض المنازعات بيرقصها اللي هو المهندس هشام حطب اللي هو يعني طرف في الموضوع. حضرتك القانون محدد لك انك انت تمشي في السلك القضائي الرياضي. عندك اللجنه، عندك المحكمه الرياضيه الدوليه اللي هي حضرتك اللي هي الكاس. تمام. بتحكم في كل القضايا الرياضيه وليست المحاكم المدنيه العاديه. طب يا استاذ جمال، انا استاذن حضرتك، انا اسف ان انا بقطع حضرتك. انت شايف موقف الدكتور وليد موقف فير ولا هل هو ظالم ولا مظلوم؟ لازم يبقى عندي جميع الاوراق تحت ايدي عشان احكم عليه او احكم على اللجنه الاولمبيه بظالم ولا مظلوم. طب انا استاذن حضرتك في حاجه، لكن في حاجه ما انا لازم اقول لك على حاجه. اتفضل يا فندم. في مساله هنا مش فير. اتفضل. مساله ان هو يتقدم للترشح لمنصب رئيس اللجنه الاولمبيه، وده من حقه الطبيعي كرئيس اتحاد. تمام. ولكن العملية اللي مش داخلة للدماغ، ازاي اتقدم في منصب وانا لسه ما دخلتش انتخابات الاتحاد بتاعي ونجحت فيه اوساط، ولذلك اللجنة الأولمبية كلها معينة منتخبة حاليا كلها بالتفكير. طب هل هو حقه ولا مش حقه يا فندم؟ حقه ان هو يترشح. تمام. من حق اي عضو في الاتحاد ان هو يترشح، ومن حق اللجنه ان هي تفحص الاوراق وتشوف الشروط مطابقه او مش مطابقه. طيب يبقى كده الموضوع فير. اتفضل. لكن انا اللي مش من حق اي حد ان انا اتهم حد بشرفه في عرضه في ذمته دون ان يكون هناك حكم قضاء. بالظبط. هو احترم القضاء. بالظبط يا زميلي. ده اللي قال عليه القانون. بالظبط. وانا يعني الدكتور وليد جايب معاه صحيفه الحاله الجنائيه بتاعته، لا توجد اي احكام قضائيه. يبقى لازم الواقعه دي لازم يتم التحقيق فيها.
ما انا بتكلم في كده. مين اللي هيحقق فيها يا استاذ جمال؟ مين اللي هيحقق فيها؟ يا سيدي عندك اللجنه الاولمبيه، عندك المحكمه الرياضيه الدوليه دكتور وليد، ممكن تلجا لها اذا ما كانش عاجبك الاحكام القضائيه اللي موجوده الرياضيه. احنا لغايه دلوقتي ما بنتكلمش على محاكم مدنيه لان انا رافض حكايه المحاكم المدنيه. عندك اللجنه المحكمه الرياضيه الدوليه ممكن تلجا ليها يا دكتور وتشوف حقك فيها، واذا كان هذا الحق شروط الترشح تنطبق عليك هم هيدوا لك القرار بتاعهم، وممكن تبقى العمليه بعد شهر بعد اثنين بعد سنه، لكن هتاخد حقك. وممكن اللجنه كلها، اللجنه الاولمبيه كلها يتم حلها بسبب حكم قضائي بالشكل ده. انا شايف ان هو بيتكلم كلام منطقي. اكيد طبعا، بس انا عايز اقول لك بس ان انا ولكن انا يا دكتور معلش انا ممكن اعد على حضرتك، وانت عارف ان انت صديق عزيز ومش وانا ما بجاملش، عيب على حضرتك انك انت لجأت للاتحاد بتاعك دون ان تستكمل وما عيبتش ليه يا استاذ جمال؟ يا استاذ جمال خليه ارد بس انا كمان. اتفضل اتفضل. ما اصل انت قلت الكلام ده وانت بتعيده تاني. انا هقول لحضرتك على حاجه، انت ليه مين اللي لجأ اولا للاتحاد الدولي؟ اللجنه الاولمبيه المصريه. تاني نقطه، مين اللي وصلنا ان احنا نلجأ لما عاملك عكس كل الاتحادات اللي ما اكتملتش جمعيه عموميه الخاصه بتاعتها؟ كل الاتحادات الاولمبيه وانت عارف الكلام ده كويس، لما ما اكتملتش جمعيه عموميه الخاصه جاب لائحته اللي موجوده في الاتحاد الدولي وضاف عليها الاستثمار والتحكيم واصبحت هي دي لائحته الاستشهاديه. مين اللي عمل المشكله؟ طب انا هديلك مين اللي غير في شروط الترشيح يا استاذ جمال؟ هديلك من البيت. ما التغيير ده كمان اصلا هو انا ثواني بس انا عايز اقول لك حاجه تانيه. يتم تغيير في خلال 24 ساعه بعد فتح باب الترشح، ده شيء مريب. ولكن اذا كنت بتتكلم على العمليه ككل ان هي عمليه مش مظبوطه، ازاي يتم اعتماد مجلس اداره اتحاد الكره كمنتخب ويتم استكمال الانتخابات فيه على المقعدين فقط، وجميع الاتحادات الرياضيه اللي هي تعامل معامله اتحاد الكره اللي هي معتمده لائحتها من الاتحاد الدولي زي اتحاد الكره يتم الانتخاب على مجالس عشان اتحاد الكره لقى الاتحاد الدولي يا استاذ جمال؟ لا يا ما ايوه، لان القانون في الماده 3 بتقول على جميع الاتحادات الهيئات. انا بقى عملت انتخاباتي وهو عايز يعملها لي على لائحه غير اللي موجوده في الاتحاد الدولي. طيب يا اتفضل يا استاذ. الكيل بمكيالين مرفوض، ولكن هو ده الواقع. انا عشان اتحاد الكره اتحاد نابو ازرق فاحنا تراجعنا كلنا عشان خاطر ان هم اشتكوا للاتحاد الدولي، وده مرفوض اصلا لكن اتعملت خلاص. استاذ جمال هو كلامك واصل جدا وكلامك انا فاهمه شخصيا، لكن ساعات بتلاقي الدنيا ما فيش قدامك حلول زي ما عمل اتحاد الكوره. راحت اللجنه الاولمبيه رجعت زي ما حضرتك قلت وعلى انجاز تعبيرك رجعت خطوتين لورا، فاعتقد انت عارف الموضوع. لكن كلامك مفهوم وكلامك منطقي جدا استاذ جمال نور الدين ناقد الرياضه، علشان يعني وقتنا. انا بشكرك جدا على كلامك اللي هو ما فيهوش مجامله لاحد الطرفين، بشكرك جدا عليه، شكرا جدا لحضرتك. يعني عشان معايا كمان الاستاذ عمرو كمال، يا دكتور الاستاذ عمرو كمال كاتب صحفي. استاذ عمرو اهلا بيك يا استاذ عمرو. كابتن عبد الحميد مساء الخير على حضرتك وعلى مساء الفل يا فندم وعلى مساء الفل عليك. حضرتك طلبت مداخله عشان توضح يعني امور، اتفضل. انا بستاذن بس حضرتك والدكتور وليد، وانا استاذنت الزملاء في القناه ان اعمل مداخله. لا اتفضل، تنور طبعا. تنور طبعا، ربنا يخليك. هو القصه حضرتك يعني الاستاذ جمال الدرودين قال فعلا واستفاد في الامر بشكل تام. تمام. ولكن هي القصة، اللجنة الأولمبية المصرية على عيني وراسي ومشكورين وفاضل، ولكن عشان الجمهور اللي حضرتك بيتفرج ويفهم ايه ابعاد الموضوع. هو لما حصل زي ما انت قلتوا مع اتحاد الكوره ايه اللي حصل؟ هي ما تراجعتش خطوتين للخلف بالظبط، هي قفلت فمها بالضبه والمفتاح واخرجت من عندها خطاب تشكر فيه اتحاد الكوره ليه يعني عارف ايه إماطة الأذى عنها في سخرية شديدة للغاية. وبعدين قال لك عشان مصر ما تعاقبش وما نشتركش ممكن نعاقب ونمنع من المشاركة في كأس العالم اللي احنا بقى لنا 28 سنة ما رحناهوش. احنا بنحاول يعني بنقول تراجع خطوتين لورا يعني نوعا من انتقاء الألفاظ. خطوتين لورا، هم سقطوا من على الجبل وورقة التوت سقطت من عليهم هم ووزارة الشباب. ماشي تمام. في ملف اتحاد الكورة.
دي ده دليل على ايه؟ على ان عفوا الامور تدار في مثلا قضيه هنمكن العقد القوى على جنب عفوا للدكتور وليد مؤقتا. ولكن عشان ده يوضح موقف الدكتور وليد، هو الامور بتدار هل هي بمعلومات فهم بيبحثوا في الامر عن خبره ومعلومات، ام العمليه بتدار بشخصنه واستقواء وفرد عضلات؟ اظن ان العمليه لما تيجي الناس تقيسها في التحكم تجد فيها، انا اسف ان اقول ده، ان اللجنه الاولمبيه ادارت الامر في عمليه اتحاد الكره الجهل بشكل كبير، وسقطت في موقعات الاتحاد الدولي لكره القدم. قفلنا اتحاد الكوره. لما تخش على اتحاد التايكوندو، اتحاد التايكوندو ايضا بعد استبعاد احد المرشحين طلب من الاتحاد الدولي للتايكوندو هذا الامر واعيد ادخاله من جديد. ايه اللي حصل؟ تراجعوا مش خطوتين، برضه سقطوا في مستنقع اخر. تيجي بقى لاتحاد العاب القوه، اتحاد العاب القوه معروف جدا ان بينه وبين الدكتور وليد في الواقعه الشهيره كان مع تقدير الدكتور وليد وللاخرين ملاسنة شديده وظهرت على الهواء بشكل فج. تمام. فهم لم ينسوا هذه الواقعه. تمام. واضمروا في انفسهم اشياء وتكتلوا، واصبحت الامور بتدار في الرياضه المصريه بشخصنا في عمليه بين قوسين عصابات. عصابات بمعنى ايه؟ مش كاوبوي بقى وسرقه وحسابات لا، عصابه، انت تبع انا وميدو تبع العصابه دي المجموعه دي، طب تعالى نبقى ضد التاني. انا بسال اللجنه الاولمبيه الدوليه، يروح الدكتور وليد ومش عايزينه ومش عايزين مش عارف اتحاد الكوره ومش عايزين مين، وانتوا اقعدوا عليها، وده العمل التطوعي اللي انتوا بتقولوا لنا عليه. ما هو اعمالكم اللي انتوا خرجتوا بيها على مصر وبتبحثوا عن تكوين ابطال اولمبيين لو انتوا عايزين تيجوا تقعدوا تاني؟ ولا انتوا بتبحثوا عن هذه المناصب لمنافع اقتصاديه مريبه؟ والكشوفات كشفت لنا كده، حصنا مش عارف داخله ورايحه فين. أيوة. بدون جمارك وبدون حاجات، وبعدين لقينا واحد بيتكلم لك ويقول لك ده كلها شائعات وما شابه. يا راجل ده انت عمل تطوعي، ولو عمرو ده بيشينك بشيء ده يعني يتحرق. طب وانت يا استاذ عمرو برضه، ما انا بعتب عليك في حاجه، يعني حضرتك يعني صحفي كبير جدا، وطبعا عارفك عشره عمر يعني، وعارف قد ايه انت عندك مصداقيه وعندك امانه في كلمتك. وانتوا ساكتين اقول منك اي حاجه، ربنا ليه ساكتين على الكلام ده؟ ليه ساكتين؟ انا عن نفسي مش ساكت، ولكن زي ما في مش في رابطه يا استاذ عمرو، مش المفروض في رابطه ليكوا يعني بتسعى دايما لاظهار الحقائق؟ كابتن ميدو اتفضل. زي ما في لاعبين محترمين بيتم صعودهم للسماء وان هم يبقوا يعني نموذج للشباب، زي مثلا ميمو محمد صلاح، زي النني، زي ابو تريكه. لا لا لا، بص عشان محدش يزعل مني، انا اللي ضد مصر ويبقى اخوان ما يبقى ليش اي حاجه. هو مش ضد، ماشي. طب خلينا نخرج من الحته دي. انا بتكلم عليك كشخص محترم. أنا بس انا بتكلم على مجمل اعمال الشخص، ان هو يبقى نموذج بشخصه في كل حاجه. المهم، ففي عندك نماذج، عندك مختار التتش، عندك يعني الله يرحمه كابتن صقر، عندك نماذج رائعه، عندك اقول لك مين ولا مين، عندك شطب عبد الحليم اللي مريض، عندك فتحي مبروك، عندك محمود الجوهري. دي نماذج بتاخدها بره الملعب وجوه الملعب وبره مصر، مش ناس خارجه بره مصر وبيتامروا على مصر. المهم، فزي ما هو في اللعيبه الحلو والوحش، في الصحفيين الحلو والوحش، وفي الاطباء الوحش. احنا مش ملائكه. البعض بيقف جنب شايفين رؤيه، ان مثلا مش هقول عشان الدكتور وليد انا ماليش دعوه ان هو صحفي، انا اعرف ان هو واحد كان بيبحث عن خروج ابطال من العاب القوى، وان هو رفع علم مصر، وانا اللي يرفع علم مصر ويعزف نشيد مصر اشيل جزمته فوق دماغي، يحارب بهذا الشكل لا لي شيء الا عشان مناصب. انت لازم تيجي تقعد معايا حلقه بقى، علشان خلي بالك ياسر ريان واقف لي دلوقتي ومش عايز اقول لك عامل فيها ايه، المفروض هيدخل. اسف على تضييع وقتكم، ولكن الدكتور وليد سير في اتجاهك، وزي ما اتحاد الكره عمل وزي ما التايكوندو عمل، خد اتجاهاتك والحق عشان مفيش حد يقعد على مناصب وبعد كده يقول لك ايه خلاص العمليه. انا بس اتجرأت يا استاذ عمرو، اتجرأت، وان انا اترشحت على رئاسه اللجنه الاولمبيه اللي هي كان المفروض تخلص بالتزكيه، والمفروض يبقى رئيس لجنه اولمبيه ليه مواصفات معينه عشان يبقى قاعد على الكرسي.
يعني احنا اكيد استاذ عمرو اكيد احنا انا عايزك بس انا عايزك ان شاء الله اكيد هيبقى لينا حديث انا وانت ان شاء الله كده على الهوا، بس عشان بس جزئيه ابو تريكه مش عايزك تتعلق على كلامي، انت عارفني قد ايه انا شخص يعني الحمد لله يعني بعرف ربنا وبتكلم من اللي جوايا على طول. انا بكلمك على ابو تريكه اللي انا عاشرته اللي ما يعني الوقت اللي قضيته معاه كله ما سمعتش منه اي لفظ خارج، عشان كده بقول لك هو نموذج بصرف النظر عن هو عمل او ما عملش. فخلي الحاجات دي بقى ايه لما نقعد انا وانت نتكلم فيها. استاذ عمرو كمال يعني اللي انا بحبه جدا جدا الصحفي الكبير، شكرا جدا لحضرتك ودخلني في موضوع مش عايز ادخل فيه، لكن انا بتكلم على ابو تريكه اللي انا عاشرته. ابو تريكه قيمه كبيره انسان يعني انا قعدت معاه انا بتكلم يعني قيمة بصرف قيمة النظر عن اتجاهات، لكن ما سمعتش منه لفظ. لا كابتن ابو تريكه يعني لو قعدت اتكلم عليه كانسان قد ايه هو انسان كويس قوي، قد ايه يعني كان انسان خير جدا، قد ايه لما كنت بقول له مثلا في ناس محتاجه يقول لي خد كل اللي في المحفظه، ابو تريكه كمان يعني يا جماعه لا بصرف النظر ربنا يهدي الامور، وان شاء الله ابو تريكه دايما يعني بيدعم ودايما بيدعم من بعيد بالزبط. واي واحد ممكن يبقى ياخد موقف، بس اهم حاجه رجع ولا ما رجعش، هي دي المشكله بالزبط. ان انا اصمم عليه او ما اصممش عليه هي دي المشكله. ربنا يهدي الامور. قلبي معاك جدا وانا مش هسكت، واكيد هيبقى لنا حلقات ان شاء الله مع حضرتك تاني، واكيد حضرتك عارف اللي ليه حق ودايما بيطالب بيه ان شاء الله لازم يحارب شويه الاول، بس ربنا في الاخر في الاول في الاخر اسمه الحق. بالظبط بالظبط، وانا مع حضرتك في اي وسيله تجيب لك حقك. النادي الاهلي اتعرض لظلم كبير قبل كده، يعني انا بقول لك بصراحه يعني في ناس كتيره دلوقتي بتتعرض لظلم كبير. احنا كلنا كنا انا كان هدفي بس ان الدوله هي اللي تبقى ماسكه الموضوع مش اشخاص. ان شاء الله دلوقتي حاليا اشخاص اللي ماسكه الموضوع، بقت هي المنافس والخصم والحكم والجلاد في نفس الوقت. ان شاء الله انت عارف الدوله يعني الله يكون في عون، طبعا عايز اقول بس يعني عشان ما يقولوش انا، الله يكون في عون الرئيس اكيد طبعا. وقال انا كل ما احط ايدي على حته بلاقي فيها فساد، فالله يكون في عونه فعلا، وان شاء الله الدوله تنضف وهو عمال والله سياده الرئيس الله يكون في عونه طبعا اكيد طبعا. بنسمع افكار بنسمع جرائم طالعه وناس كانت على دماغها تاج ابيض شفناها قد ايه سوده، فيعني الله يكون في عونه وان شاء الله كل حاجه ان شاء الله يا رب يكون الجاي احسن. انت نورتني وشرفتني ربنا يخليك وان شاء الله ربنا يجيب لك حقك. كنت موجود مع حضرتك جدا والف شكر على الاستضافه الجميله دي. نورتك جدا شكرا جدا لحضرتك. يعني دي كانت اول فقره، نطلع بسرعه عشان ياسر ريان واقف لي مش عايز اقول لكم عامل ايه. نستقبل النجم الكبير نجم مصر النادي الاهلي الكابتن ياسر ريان. فاصل واستنوني.